الفيروس حجمه صغير وبينتشر بسبب غلطة بسيطة وبينتقد للكل بدون رحمة وبدون تفضيل. من الصعب وجود علاج ليه بسرعة، وده اللي حصل في مدينة جلاسكو في اسكتلندا. انتشر فيروس اسمه الحاصد، خلى البشر بياكلوا اللحوم البشرية، والحكومة ما قدرتش تحتوي الفيروس، وكانت دي بداية نهاية العالم في 2017 لما الناس في مدينة جلاسكو تجمعوا على حدود البلاد عشان يعرفوا العلاج والمخرج ازاي من الفيروس. بسبب خوفهم تبعوش تعليمات الحكومة، وهي البقاء في منازلهم وانتظار المساعدة، والناس قالت دي نهاية العالم ولازم الكل يتوب لان دي الفرصة الاخيرة. وظهرت ام معها بنتها مش عارفة تروح فين، والقوات بتفرق بين الناس. لاحظوا بشري ظهر عليه اعراض الفيروس، خاف المجند والبشري كمان في نفس الوقت، ويقول له لسه الفيروس ما تحورش جوايا ولازم تعالجوني، ولكن الاجابة منهم كانت ضربه بالنار، والدم بتاعه تناثر بغبائهم على كل الناس وبقوا مصابين بالفيروس. حصل هرج ومرج، والقوات فقدت السيطرة على الناس اللي هجموا على المعسكر، واضطرت القوات الانسحاب للسور العازل بتاعهم للاحتماء من آلاف البشر اللي جايين عليهم، املا ان القوات تحميهم. بس هم مش عارفين مين المصاب بالفيروس ومين لا. قفلت القوات الجدار قبل فوات الاوان، والناس خلاص ما بقاش عندهم مخرج، والقوات لحمت الابواب عشان ما تتفتحش بالقوة نهائيا. الام بنتها اتصابت في عينها الشمال، ولاحظت طيارة نجدة للقوات فراحت بسرعة تترجاهم ياخدوا بنتها ايدن معاهم. رفضوا لانه مفيش مكان اصلا ومش عارفين هي مصابة ولا لا. بس واحد من المجندين الطيبين قرر ينزل ويفضي مكان للطفلة ايدن، ويضرب المصابين بالنار لتوفير الوقت ليهم، وتدي الام للقوات عنوان بيتها عشان لما تكبر ايدن تعرف مين عيلتها. والطيارة اقلعت. الجدار الحامي ده على طول 9 متر محاصر كل اسكتلندا، وممنوع الطيران فوق الحدود دي، ولا حد يخرج ولا حد يدخل لاسكتلندا نهائيا. واصبحت المدينة منعزلة عن بقية بريطانيا، ونجحوا يحتووا الفيروس الحاصد بنجاح، لان الناس المصابة كلوا بعض لان مفيش حاجة ياكلوها اصلا بعد انتشار الفيروس فيهم. واي بواقي من المصابين القوات على الجدار بتقتلهم فورا، والجنود تعودوا خلاص وبيعدوا المصابين اللي قتلوهم. المشكلة ان بقية بريطانيا بقت الاحوال فيها مضطربة جدا بسبب نقص الموارد والاكل والعمل كمان، والبطالة والفقر والفوضى انتشروا، والمدينة اصبحت حالات القتل والسرقة والاغتصاب فيها عالية جدا. لا كمان بقى فيه تجارة بالبشر، تحس ان المشاكل والكوارث بتظهر طبيعة البشر المتوحشة. في لندن سنة 2035، يعني بعد 18 سنة من فيروس الحاصد، في احد مراكب الصناعة فيها تاجر فاسد بتسعى الشرطة تقبض عليه، وفيه المجندة ايدن اللي هي البنت الصغيرة اللي فقدت عينها الشمال في الاول، ركبت عين صناعية بتستخدمها في مراقبة وتصوير وتسجيل الاعداء، وفي الوقت المناسب القائد بتاعها يدي امر باطلاق النار. قتلت الحراس، والتاجر الفاسد ده بقى بيتاجر في البشر وبيبيعهم كعبيد للاغنية، ولما تدخل ايدن عليه تلاقيه محاصر القائد بتاعها وبيأمرها ما تضربش النار، والتاجر الفاسد يرجع بظهره ويتكعبل ويدوس على زر المسدس بدون قصد ويقتل القائد. وانتقمت ايدن وقتلت التاجر الفاسد، وكل ده متسجل في عينها الصناعية. الرئيس بتاعها اسمه بيل، هو رئيس الشرطة، جالها لقاها بتسترجع ذكريات امها لانها مش هتعرف توصل لبيتها في مدينة جلاسكو بسبب العزل هناك، فيقول لها بيل لازم تنسي الماضي، احنا اهتمنا بيكي ودربناكي وخليناكي احسن مقاتلة هنا، بص للمستقبل وانسي الماضي. ركبت عينها وادت لبيل تسجيل المهمة فيديو من الساعة بتاعتها. القوات السرية جالها معلومات خطيرة في احد مخازن المواني البريطانية اللي الناس الفقراء عايشين فيها. الكارثة اللي لقوها هناك هي الكثير من المصابين بالفيروس الحاصد، يعني 100% دولة بريطانيا الفيروس هينتشر فيها. القوات اتصدمت وصعدت كارثة لرئيس الوزراء هاتشر والمساعد بتاعه كناريز اللي هو بيدير اصلا، والتوتر سيطر على باقي الوزراء، وقرروا يعملوا عزل صحي في المدينة كلها ومحدش يخرج من بيته نهائيا لحد ما يحاول الدكاترة اكتشاف علاج. يقول لهم بيل رئيس الشرطة مستحيل. نفس القرارات دي اتعملت في مدينة جلاسكو من 18 سنة، وبفضل الله المدينة كلها سكانها كلوا بعض، وقرر هاتشر ياخد بيل على جنب بما انه فاهم. يقول كناريز لبيل ان الدولة فضلت مراقبة منطقة
جلاسكو في اسكتلندا بالأقمار الصناعية، واكتشفوا مفاجأة، بشر هناك لسه أحياء، وبما إنهم نجوا من الفيروس فأكيد فيه علاج معاهم عمل كده، وده كان من 3 سنين. يقول لهم بيل: وليه ما قلتوش من زمان؟ قالوا له: عشان نحافظ على مناصبنا، الفيروس لو انتشر هنا وكنا إحنا السبب في علاجه الناس هتنادي بأسامينا وهتعظمنا، ووظيفتك يا بيل تلاقي قائد قوي يقود فرقتنا العسكرية لاقتحام مدينة جلاسكو والبحث عن علاج للفيروس الحاصد. قرر بيل يستعين بإيدن، هي المناسبة للمهمة دي بسبب خبرتها وقوتها، ويقول لها المعلومات دي سرية جدا، لأن لو أي حد عرف إن الحكومة مخبية الخبر ده من 3 سنين النظام كله هيقع هنا، فلازم الحفاظ على استقرار البلد، وخلي بالك المهمة دي ممكن تكون بدون عودة وأصعب مهمة في حياتك. وافقت إيدن لأن عندها فرصة دلوقتي إنها توصل لبيت عيلتها هناك في مدينة جلاسكو وتسيب مع بيل عنوان البيت يمكن يحتاجه. راحت إيدن تقابل مساعد رئيس الوزراء كناريز ويقول لها: وظيفتكم تلاقوا معمل الدكتور كين المشرف على الفيروس زمان، أكيد العلاج هناك في مستشفى أندروز، وخدي بالك قدامك 48 ساعة وبس قبل انهيار بريطانيا، وأول لما تلاقي العلاج هنعرف مكانك عن طريق جهاز التتبع ده اللي هنوصلك بيه، أتمنى ما تفشليش لأن الموت هيكون نهايتك. كالعادة زي مدينة جلاسكو الهرج والمرج سيطر على بريطانيا لما عرفوا انتشار الفيروس، والناس متجمعة وخايفة ومش عارفة الشرطة تصمد قد ايه قدامهم، حتى رئيس الوزراء خايف لان المسؤولية هتكون عليهم هما، فيطمنوا المساعد بتاعه كناريز ان الناس المتجمعة دي اول لما ايدن تجبنا العلاج هنعالجهم وبالتالي هنبقى ابطال وهينسوا كل اخطائنا، ونجح يطمنوا. وصلت ايدن لحدود جلاسكو وهينطلقوا بالعربيات مش بالطائرات للحفاظ على سرية المهمة العزل في اسكتلندا. قابلت مساعدها هندريكس ويوريها النظام الالكتروني للدفاع لتعويض نقص القوات عندهم، وعرفها على سواقين الشاحنات المدرعة والاطقم المنيعة وقنابل السيليكون اكيد هيحتاجوها، والدكتور ستيرلينج وتالبوت علماء الرحلة. المدرعات المنيعة لكل الاسلحة حتى الكيميائية جاهزة في مهمة لمدة 48 ساعة، مستقبل بريطانيا والعالم كله متوقف عليهم هما. القوات فتحت لهم الجدران بعد 18 سنة وهي مقفولة عشان يخرجوا لمدينة جلاسكو مدينة الهياكل العظمية دلوقتي، ولاحظوا هم ماشيين أرقام مكتوبة على البيوت دليل على عدد الأفراد جواها اللي مستنيين المساعدة، بس للأسف ما جاتش وماتوا كلهم. وصلوا لمركز مدينة جلاسكو اللي عبارة عن خرابة دلوقتي، رائحة الموت منتشرة في المكان أكن في ناس ساكنة المكان. قررت القوات تنزل كلها ما عدا السائقين فقط. لاحظوا الهدوء الغريب والهياكل العظمية، وهي دي مستشفى أندروز المهجورة حاليا معمل دكتور كين. دخلوا المستشفى ولاحظ السائق بوب تعطل الكاميرا المراقبة، وفجأة لقى بنت شكلها حي قدامه، فبلغ ايدن القائدة وانه هينزل ينقذها، ولكن تحذروا من النزول يمكن يكون فخ او تكون مصابة بس ما يهتمش، وينزل يلاقيها سليمة ويغمى عليها، وامرته ايدن وضعها في جهاز الحجر في المصفحة للامان، وحس مجند منهم جوه بحركة غريبة، ولما يروح يبص ظهرت ناس غريبة وقتلوه والدور معركة. قتلوا فيهم بس لسه عددهم كبير فلازم يهربوا فورا، وتحركت المصفحات عشان تقابل القوات عند مخرج الطوارئ. لقوا المتوحشين بيهجموا عليهم بالنار، وبوب البنت اللي انقذها حية وتقطع حاجز الحجر، وبوب مش واخد باله تهجم عليه وقتلته وفقد السيطرة وعمل حادثة، بس قبل ما يموت يرمي قنبلة والمصفحة بالمتوحشة انفجرت، والمتوحشين هجموا على السائقة آنة، ولقت القوات جوه ان الاسانسير هو وسيلة انقاذهم السريعة. دخلت ايدن وقطعت الحبل الرابط بالاسانسير، ولتفادي موتهم بسبب شدة السقوط استخدمت قنبلة السيليكون وصدت هي الضربة. خرجوا لمخرج الطوارئ والسائقة انا استقبلت القوات، والقوات عمالة بتقتل في المتوحشين ونجحوا يدخلوا المصفحة وافتكروا انهم في امان، ولكن الناس قتل السائقة آنا وفقدوا السيطرة وعملوا حادثة. فاقوا كلهم وبيحاولوا يخرجوا قبل ما المتوحشين يهجموا عليهم، منجحش غير هندريكس وستيرلينج الدكتور في الهرب وبس، وباقي القوات مع ايدن تم القبض عليهم بقيادة متوحشة غريبة وهتوديهم للقائد بتاعهم. تلاقي ايدن نفسها متعلقة وجالها قائد المتوحشين دول اسمه سول، بيقولها الدكتور كين اللي مات كان بيقول مفيش حياة وراء جدران جلاسكو، بس انت اثبتت عكس كلامه
السلام، وكنت عايز اقتلك بس اكيد اللي بعتك هيرجعك تاني وطنك مرة تانية، فهحافظ عليكي حية عشان انتي وسيلة خروجي وجمعت كلنا من ارض الخراب دي. والاسوأ من كده، مرات المتوحش سول كسرت جهاز التعقب بتاع كناريز ليها وكده بقت محبوسة هنا. وسول خارج فيه بنت اسمها كارلي حبسها هي كمان وبتتوسل ليه يحررها، والمفاجأة انها اخته بس هو ما بيحبهاش فقرر يحبسها ويشغلها عنده كخدامة، وده بسبب خلافات بينه وبين ابوه. المتوحشين الملعونين دول بيعملوا حفلات استعراضية صاخبة وعنيفة وبيستمتعوا بالالم والمعاناة، واي حد بيدخل منطقتهم بيشوه وبياكلوه بسبب نقص الاكل عندهم. جابوا الدكتور تالبوت عشان هو تخين شوية فهو العشاء بتاعهم الليلة، بيتوسل ليهم ما يعملوش كده فيه بس هما متوحشين اصلا. جت مرات سول القائد وبالولاعة تشوي تالبوت وتوزع اللحوم بتاعته على كل جماعتها ومجهزين الاطباق كمان، واستغلت ايدن كسر جهاز التعقب ولقت حديدة فيه استخدمتها لتحرير القيود بتاعتها، ولقت الحارس جالها وبيقول لها لو جعانة كل شوية من لحمة صديقك، لحمته حلوة على فكرة بس تقول له انت احلى قرب عليا كده، فتشده من السلسلة اللي في وشه وتقتله وتاخد المفاتيح وتحرر نفسها وتخرج للحارس وهو بيلعب في ساعتها تقتله وتاخد الساعة. ولما تيجي تهرب تلاقي كارلي اخت سول بتستنجد بيها وبتقول لها سمعت من سول انك بتدور على الدكتور كين، حرريني وهرشدك لمكانه هو لسه حي على فكرة. وفجأة مرات سول تهجم عليها وتثبت كارلي حسن نيتها وتمسك راسها على قضبان السجن وتدي ايدن فرصة لقطع رقبتها، وهربوا بسرعة من السجن وتتصل ايدن بهندريكس انها كويسة ولازم يقابلوها فورا عند المكان بتاعها. وسول جه بجماعته واكتشف موت مراته البشع ويتصدم جدا ويؤمر كل القوات تحضر كل الاسلحة للبحث عن الهاربين. وصلت ايدن وكارلي لمحطة قطر فيها مساعد كارلي وهو جوشوا، وتؤمر ايدن القوات تجيلها لمحطة القطر، والقوات بتجري للوصول لمحطة القطر يكون المتوحشين وراهم عشان يقتلوهم، واضطر جوشوا يشغل القطر وينطلق بسرعة ويخلي القوات بقى تشد حيلها وتلحق بالقطر. هندريكس سبق ستيرلينج والمتوحشين قربوا منه فقررت تنزل ايدن وتنقذه، ونجحت هي وقواتها يركبوا القطر ويهربوا في عز حسرة من سول ويتوعد لهم كلهم بالموت. تسأل ايدن كارلي عن مكان الدكتور كين فتقول لها خلف الجبال في الغابات، خلي بالك انا بنت الدكتور كين وما بيثقش في اي حد نهائي بعد خيانة اخويا وابن سول ليه وهروبه من القلعة، واي حد بيقرب هناك بيموت. تخيل الاب والابن في حرب مستمرة واحنا في وسطهم. وصلوا لنهاية الرحلة ووصلوا للممر اللي خلف الجبل ولاحظوا انه كان بيتخزن فيه بضائع كتير من الجمارك، فاكيد وهم راجعين هيضطروا يستخدموا حاجة منها، ونجحوا يمروا للجانب الاخر وشافوا النور بعد الظلام الحالك اللي كان في الممر. وهم ماشيين تحس كارلي وجوشوا بالخوف لان جلاد كين تالمون قرب عليهم فلازم يهربوا بسرعة، بس سابتهم ايدن يهربوا وقررت هي وقواتها تفضل في مكانها. ظهر الجلاد الفارس تالمون وجوشوا وهو بيهرب اتقتل، وقررت ايدن تستسلم هي وكل قواتها لان اكيد الجلاد تالمون هيوصلهم للدكتور كين مباشرة بدون اي تعب. وصلوا للقلعة الحصينة بتاعت الفرسان هناك، والدكتور كين بقى ملك دلوقتي ويقول لهم عارف انكم جيتم هنا فاكرين ان معانا علاج للفيروس، لا مفيش علاج، المناعة بتاعتنا هي اللي حمتنا، الطبيعة دلوقتي بتسترد السيطرة على العالم بعد ما البشر افسدوه، البقاء هنا للاصلح، والفاسدين كلهم ماتوا، ويؤمر كين بحبسهم كلهم. اما بالنسبة للندن هي خلاص وقعت والفيروس انتشر لكل الناس، وبتحاول القوات تحمي مبنى الوزراء بس فيه متوحش تسلل جوه وهجم على الحراس وقتلهم، وكمان لسه المصاب ده محافظ على ذكائه قطع راس الحارس وايده عشان يفتح الاسانسير والبوابات، ورجال الدولة كلهم مرعوبين ومش عارفين اللي مستنيهم، ورئيس الوزراء احبط من عدم اتصال ايدن بيهم لحد دلوقتي وفشل العملية. وفجأة البوابة تتفتح بس مش حارس، لا ده المتوحش، حاولوا يقفلوا عليه ونجح بيل يضربه بالنار، ولكن فيه شوية دم تسربوا على وجه رئيس الوزراء الشكلي هاتشر، وخلى كناريز مساعده يعزله ويؤمر الجنود بحبسه في مكتبه، وقرر هاتشر ينتحر لانه كده كده مفيش علاج للفيروس. وايدن في السجن قرر الملك كيني يخليها تبارز اقوى جنوده عشان شعبه يستمتع، وتقول له ايدن غريبة انت دكتور المفروض بتساعد الناس تقوم ترفض وقلبك ينشف كده، ما خفتش على مراتك او بنتك او حتى ابنك؟ مش خايف تقابل ربنا كده؟ يقولها العالم كده كده اصلا هيتدمر بيا او بدوني، مفيش امل. خرجت ايدن للحلبة والمنافس بتاعها هو الجلاد تالمون، والناس مستعدة للمعركة الحماسية.
ونجحت ايدن تقتل اقوى جنود كين تيلمون في عز دهشة من الملك من قوتها ويؤمر بقتلهم كلهم فورا. ونجح هندريكس والباقيين يهددوا الجنود ويحرروا نفسهم وفجروا قلعة الملك كين وهربوا بسرعة على الحصنة واستخدموها وصولا الى الممر الجبلي ويقعدوا يدوروا على مصدر الطاقة البديل في الممر. ونجح هندريكس يوصل له وشغل الاضاءة البديلة ولقوا ملايين الصناديق الضخمة واختارت ايدن صندوق لقت فيه عربية فخمة ودي احسن وسيلة لخروجهم من هنا وراحت لقت تليفون لاسلكي عشان تتواصل مع القاعدة في بريطانيا. ونجح هندريكس يفتح لهم البوابة ودي اخر مساعدة عملها ليهم لان قوات الملك كين جم وقتلوه بالسهام وتضطر ايدن تسيبه وتهرب بسرعة وهي عارفة ان نهاية العالم ممكن تخسرك اي حد عادي فعشان كده اتعودت خلاص واستخدمت التليفون اللاسلكي وكلمت بيل رئيسها ولما يرد يستغرب لما تقول له ادي التليفون لكناريز ويديله التليفون تقول له ايدن لو عايز علاج الفيروس الحاصد يا كناريز تتبع المكالمة دي وتعال حصلني. ولما يجي بيل يروح مع كناريز يقول له لا يا بيل خليك هنا مهمتك معايا خلاص خلصت. وإيدن في طريقها للحدود تلاقي عربية من المتوحشين بقيادة سول وأسطوله كله مستنيها على أحر من الجمر للانتقام منها لقتل مرات سول وعشان يسد فراغ مراته لزق راسها وخلاها جنبه دايما وقرر ينط على عربية إيدن وما خدش باله من أتوبيس قواته العطلان قدامهم وهتضطر إيدن تخبط فيه عشان تمر ونتيجة الانفجار يموت سول وراسه تتقطع زي حبيبته. ووصلت إيدن لطيارة كناريز وضبطت ساعتها وهنعرف ليه وخلت كناريز يحكي قصته في نشر الفيروس واخفائه للناجين في جلاسكو وتقول له مفيش علاج غير المناعة هتاخد كارلي وهتستخرج من دمها علاج للفيروس وهيضطر كمان ياخد الدكتور ستيرلينج معاها عشان يستخرج هو اللقاح بنفسه ويسأل كناريز ايدن هتيجي معانا ولا لا فرفضت فيقول لها يا خسارة مهارتك هتضيع هنا على الفاضي فتقول له خلي بالك من نفسك يا كناريز وهي رفضت لانها عايزة توصل لبيت عيلتها في جلاسكو لاول مرة من 18 سنة من ساعة لما امها سابتها. وكمان بيل رئيسها جه على المكان بسبب الورقة اللي سابتها معاه في الاول كان عارف انه هيلاقيها هنا وتديله قرص تسجيل كناريز واعتراف منه بانه سبب في دمار بريطانيا وديه ميزة العين الاحتياطية بتاعتها اللي بتخزن على الساعة بتاعتها هتخلي العالم كله يعرف حقيقة كناريز بعد ما كان هيظهر بصورة بطل خارق هيظهر بصورة خاين شرير. وقررت ايدن انها هتقعد هنا في مدينة جلاسكو المكان اللي اتولدت فيه على الاقل هتضمن ان الفيروس الحاصد مش انتشر هنا تاني. وكناريز قاعد مصدوم من الاخبار اللي بتفضحه وسمعته اللي تدمرت والسجن اللي مستنيه وكده تكون ايدن ساعدت العالم في اكتشاف لقاح الفيروس الحاصد وكمان سلمت وفضحت الفاسدين. وفي عالم الخراب والدمار قررت ايدن ترجع لمقر المتوحشين وهتعيش معهم كمان لانها معاها راس زعيمهم السابق سول وهتبقى هي قائدتهم الجديدة وتسألهم حد جعان ياكل الراس دي يفرحوا كلهم بقائدتهم الجديدة ايدن سين كلير. لمزيد من أفلام الزومبي والسفاحين هسيب لك قوائم تشغيل ليهم في الوصف.